السلام عليكم وهلا والله فيكم بحلقة جديدة من سلسلة الاف سي، وبعرف اني كتير ما غطيت الاحداث اللي مرت مثل البنت الوايلد كارت، وهلا انا عم غطي حدث الاف سي فيرسس الجليد والنار. وطبعا جبنا الرانك الحمد لله الرابع بالفوت، ومعنا الجوائز كلنا حنفتحهم مع بعض، بس راح ارجيكم مين طلع لي بالباكس يعني بحدث البنت الوايلد كارد، وحتى انه في بعض اللعيبه مثل اسينسيو طلع لي بالجليد والنار عفوا، ولاعب ونانا يمكن بعتقد كمان طلع لي، وطلع لي مراتا بينباع بعته، والشاب جافي هون كتير بنصح فيه يا شباب، كتير بنصح فيه، وصدقوني انه بتجيبوه بتندبوه، عنده خاصية، عنده فهو خمس سكيلز تمام واربعة ويك فوت. انا اعطيه فينيشر، هلا رح ارجيكم اياه، بيلعب سي ام وكام والوي، وانا اعطيه الفينيشر منشان جد زد له الشوتينج يعني حرق حبشتها كانت الشلطات والهالشغلات تمام مع الدريبل. وشوفوا عنده التيكو تاكا، وعنده السلايد تاكل، وعنده تريكستر، وعنده عنده الجولد اللي بتلمع الفيرست تاتش تمام، يعني الاير 1 اكس بيجي دغري فيه يتصرف في الطول، في تعطي باس ترفع تمام، وعنده فلير، وعنده الرابيد، وعنده التكنيكال، وعنده هيدي الريلنتلس اللي من الشوط للشوط بترد له طوطو تمام. انا عم ضوي عن هذا الكارت لانه هذا الكارت انا برايي كتير جليتش تمام، يعني معي كان ديونج بالدكه محله، انا شلت ديونج فعم جربه فاجئني اداؤه بالملعب، فقلت بدي اني شارك معكم هذا الكارت وعن جد قيمته بالملعب. وبتعرفوا انه نحن قربنا من سلسله التيم اوف ذا يير اللعيبه اللي بتطلع، فانا بشوفه يزيبل لهلا تمام، هو موجود بالاس بي سي بامكان الكل يعمله، لا تفوتوه من ايدكم تمام. وبالنهايه ريت 88، جرب ما بتندم. ستونز جيد ولكن انا هلا شيله لانه ما بيعمل لي يعني ما بيزبط لي التناغم مع الفريق، يعني شوفوا اذا بحطه بنقص لي واحد مشان المباب فتح الابواب. وهافرتس جربته شباب للامن، مندي هافرتس كتير حلو تمام، ولكن مندي لاعب لا تاخذ طقطه 82 تمام، بقلب الملعب شيء تاني شيء مختلف. فمشان ما نطول مع بعض يا شباب، وهذا اسينسيو اللي خبرتكم عنه تمام، وطلع لي بالدي كمان عم شوفه عم بتذكر انا وياكم معكم للامين، لانه ما غطيته طبعا، عملت مالديني من الاس بي سي، مالديني كتير وين اللي مثلي ما معه دفاع، انا اشتريت فان دايك اشتري ما طلع لي للامانه، اللي كان دفاعي انا عباره عن كوندي وتياغو سيلفا تمام، فقلت انه لا بجيب فان دايك وبعمل الاس بي سي تبعت مالديني وشوفوا شو بيعملوا ان جيم، والله جيدين جدا. وهلا مع بعض مشان ما اطول عليكم الفيديو لنفتح الباكيت، ومش رح خبيهم للتيم اوف ذا يير لانه عارف خلص الحظ معي بكيان تمام. موضوع قلتلكم عن فرناندو توريس بعتذر، طلع لي كمان من الوينتر وايلد كارد، كمان فرناندو توريس يوزبل وحقه بالماركت عالي تمام. مفتح انا مخزن هول ما حفتحهم هلا لانه عندي الترقيات وما الترقيات، فما بدي افتح اللي طلعوا لنا من ال فتح وحده بعتقد، اي والله فتحت وحده تحت الهواء، فبنفتح التنتين وبترككم باخر المقطع مع بعض اللقطات للفوت وكيف كان الماتشات ومن هالقصص. الله يكسر ايديهم. ريت 83 بتعرق وبتلعب ريت 83 مان شو هذا دوبليكيتد كم، يا سلام. طيب اوكي اطلعوا على الماركت. هلا كنت تقولوا لي شو عم تاجر، لا 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 ماني عم تاجر،
ولكن هول اللاعبين الجولد كومن المكررين اللي كل يوم في اس بي سي ديلي ابجريد بيطلع لك منهم باكيت، فانا مصمم انه يطلع معي كثير ديبليكيتد نوتر البلاير بيك لايت. لا لا يتحقق لي الزمان، ها هذا التيم اوف ذا ويك. لنشوف مين يا ستور تورينو، مين 83 هاك 85. طيب ده حقك يا حلو. هلا التيم اوف ذا ويك بيلزم اذا بدك تعمل اس بي سي، ما بقول لك لا، ولكن فودن حلو. شو حقه السوق بس هيك من باب الفضول بدعم ينباع 37,000. شكرا اي اي، بتعريق وبنجيب ريت وبنجيب ومنعلق. يا سلام عندي 7 دوبليكيتد. هلا طلعوا لي. لا مان، مين بيعيدني انه عن جد جوائز الفوت عم تجي يعني شيء كتير؟ يعني شو بده واحد يحكي اي اي انه معلش شو فينا شو فينا يا مين مثلي عم يصير معه هيك؟ يا شباب اكتبوا لي بالتعليقات، يعني قد ما انا معصب عصبت للامانه انه بتعرق وبتجيب رانك وبتعمل رانك فور، انه معلش يعني رانك فور بتعطوني هيك جوائز؟ اوكي بالبلاير بيك طلع 2.88، بس ضل ما كنت ملحق انه بحط الكاميرا وكذا وبلش اصور اللي كنا كينو اندلر وبرناردو سيلفا، بعتقد اندلر وبرناردو سيلفا. وما تقرصونا يا شباب، لهون كانت حلقتنا كتير قصيرة، وان شاء الله منغطي حدث التيم اوف ذا يير باذن الله مع بعض من هون لوقت فيديو جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.